تعال اقولك النهارده ايه المنتجات اللي انت تجيبها في البيت علشان تعمل احسن ايس كوفي او احسن مشروب في البيت زي بتاع الكافيهات والبراندات بالظبط. هدفي من الفيديو ده ان انت مش لازم تنزل تقعد في كافيهات تصرف 150 جنيه ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه عشان تشرب مشروب حلو او ايس كوفي حلو، لا انت ممكن تجيب منتجات في البيت وتقعد معاك فتره كبيره وتفضل تعمل منها مشروبات كتيره جدا جدا وهتبقى ارخص من الكافيهات. فالنهارده بقى انا هقول لك ايه المنتجات اللي تجيبها في البيت عشان تساعدك انك تعمل حاجات جامده جدا كمشاريب او ايس كوفي. فيلا بينا. اول حاجه طبعا انت بتشوف طبعا الكوبايه بتبقى متزينه كده من بره بصوصات وكده، فانت ممكن تجيب صوصات ماجيك. احنا عملنا فيديو عن صوصات ماجيك كلها، ولكن دول الخمس صوصات اللي انا بستعملهم في المشاريب بتاعتي: صوص شوكولاته، صوص شوكولاته من غير سكر، صوص كراميل، صوص شوكولاته بيضاء، صوص قهوه موكا. اي صوص من دول عامل 15 جنيه ولو جبته بيقعد معاك فتره كبيره، يعني يجي 15 او 20 مشروب كده لان انت بتزين بس بيه الكوبايه. فهات الصوص اللي انت عايزه، دي الماركه بتاعته اسمه صوص ماجيك. عملنا فيديو عن كل الصوصات بتاعت ماجيك هسيبه لك تحت في الديسكربشن لو انت عايز تتفرج عليه. فشوف الصوص اللي انت عايزه وجيبه واستخدمه في المشاريب بتاعتك. تاني حاجه ازازه الويب كريم، دي ازازه الويب كريم دي عامله 35 جنيه، بتعمل برده طعم جامد قوي في المشاريب اللي انت بتعملها وبتقعد معاك يجي مثلا 10 مشاريب لان انت مش بتغرق الكوبايه، ده هو بس الفوم بس اللي بيبقى من فوق. فدي الازازه الويب كريم اللي ب 35 جنيه. كنت في مره كده في كافيه وشربت ايس كوفي وسالتهم نوع اللبن اللي انتوا حاطينه ايه او ايه الاضافه، لان كان طعمه حلو قوي، فطلع ان هو حليب محلى مكثف. فجيت سالت عليه لقيت ان هو بيبقى كوبايه كده صغيره زي علبه التونه يعني، ولو اتفتحت مش عارف بيقعد 4 ايام بس لحد ما يبوظ وكده، فانا ممكن مش عايز اشرب حاجه بعد 4 ايام يعني، فباظ مني وكده. فجبت ده، دي شركه نسلة عاملاه اللي هو حليب محلى مكثف، ولكن تحطه كده زي الكاتشب يعني، وكان عامل 55 جنيه وانا جايبه بقالي شهر ولحد دلوقتي لسه معايا. ده 450 جرام الوزن الصافي. تفتح يا باشا الكوبايه يا باشا وتحط بقى زي ما انت عايز كده يا باشا، وبعد كده تقفل وبيفضل معاك عايش فتره كبيره يعني، مش محتاج ولا تقلبه ولا اي حاجه، انت هتفتح بس وتحطه على طول وتحط الايس كوفي بتاعك او المشروب اللي انت عايزه. شوف يا زميلي طعم الفرق اللي هيبان. وطبعا لو انت طبعا محتاج الايس كوفي فانت محتاج المضارب دي، ده مضرب بتاع ايس كوفي يعني بتاع يدوي كان عامل تقريبا 15 جنيه، وده المضرب بتاع اي كي عامل 35 جنيه. ممكن برضو نعمل برضو ايه مقارنه ما بينهم ونشوف ايه الاحسن، ولكن بص المضرب بتاع ايكيا اكيد طبعا صوته باين اللي هو جامد جدا جدا، وده المضرب اليدوي. وطبعا بعد كل ده احتاج اللبن اللي انا هحتاجه علشان اعمل الايس كوفي او اعمل اي مشروب انا بحبه، لان طعم اللبن بيفرق جدا جدا في المشروب. فممكن تجيب اي لبن يعني، انا بس جبت لك عينه بس من علبه لبن يعني، انت ممكن تجيب اي لبن بخير واي لبن عادي خالص بقى وتشوف المشروب بتاعك هيبقى عامل ازاي. في حد طبعا ممكن طبعا يكتب لي تحت في الكومنت ان الحاجات دي اصلا غاليه، لا انا اروح اقعد في كافيه احسن وكده، ولكن انا بتكلم على المدى الطويل ان انت بعد ما هتجيبهم هيقعدوا معاك شهر او شهرين، فهتفضل تعمل مشاريب زي ما انت عايز شهر او شهرين ومش هتدفع ولا جنيه بعد كده، ولكن تشرب حاجات رايقه جدا جدا ومشاريب على مزاجك وبالكيف اللي انت عايزه او بالصوصات اللي انت عايزها، بدل ما تكون انت مجبور على المشروب ده في المكان بالطريقه بتاعت المكان ده. لا انت وانت في البيت انت عايز تزود صوص، عايز تزود لبن، عايز تزود القهوه، عايز تزود حليب محلى مكثف، بص انت عايش حياتك بقى في البيت. فبس كده، دي كانت المنتجات اللي انا بستخدمها لما باجي بعمل ايس كوفي او بعمل اي منتج عصير او اي منتج مشروب في البيت. شير بقى في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. والانستجرام بتاعي هنا، روح اعمل لي فولو عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا. واكتب لي تحت في كومنت ايه المنتجات اللي انت بتستخدمها وانت بتعمل الايس كوفي بتاعك او بتعمل اي مشروب انت عايزه. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.